صباح الهنا وصباح الجمال وصباح السعاده وصباح التفاؤل وصباح حسن الظن بالله. اهلا بيكم في حلقه جديده من بلديوكن مع نونا على شبكه قنوات بي ان سي وبالاخص بي ان سي فود، اقوى قناه طبخ في مصر. النهارده الحلقه بتاعتنا مش فطار، الحلقه بتاعتنا سحور، والسحور بتاعنا النهارده مختلف عن اي سحور. هنعمل العيش وهنعمل الفول وهنعمل البيض وهنعمل البطاطس. ايه يعني؟ ايه الجديد؟ ما احنا كلنا بنعمل فول وبنعمل بيض وبنعمل بطاطس. لا 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 لا. النهارده الفول والبيض والبطاطس اللي نونا هتعملهم في الحلقه ما اتعملوش قبل كده، ومش هينفع ان هم نقول حاجه تقليديه، لان النهارده التقليدي عندنا مش ملوش وجود. طب احنا هنعمل الفول النهارده وهنعمله بالبيض المسلوق، حاجه كده بمعلقه سمنه بلدي، ببطاطس، بفص ثوم صغنن كده علشان ما يحماش علينا، بحبه كمون وحبه كزبره، وهنبدا نحط البيض المسلوق فيه انصاص ونبدا ندخله الفرن يتلسوع. ده اللي انا محتاجاه، حته طاجن، ولما بيبدا بعد كده يتقدم للفطار ويتهرس كده البيض مع الفول، اللسوعه بتاعت الفرن اللي هي اللي احنا حطيناها تحت الشوايه دي بتنقل الطعم بتاعه لحته ثانيه. طيب وهنعمل بيض مسلوق. البيض مسلوق ده ما اسموش بيض مسلوق، اسمه بيض مخلل. يعني ايه بيض مخلل؟ بيض احمر. في اهل الشام وفي البلاد العربيه بيخللوه، بيحطوه عندهم، بياخدوه على مدار الاسبوع او مدار العشر ايام. بيض مخلل، بيض مخلل بيبقى طعمه حلو جدا جدا ولونه مختلف، بيخلي الاطفال حتى لو هم ما بياكلوش البيض هياكلوا البيض، وده اللي هنعمله النهارده. هنعمل النهارده كمان بطاطس، والبطاطس النهارده عندنا مختلفه، لان احنا هنعملها اقراص، هي مبشوره وهنعملها اقراص كده بشكل معين وتطلع متساويه، ما تبقاش اللي هي مزجزجه والشكل بتاعها عشوائي كده. لا، هوريكي النهارده ازاي تطلعي قرص البطاطس زي الكتاب ما قال. عندنا ايه تاني النهارده في حلقتنا؟ عندنا عيش، وهنعمل النهارده العيش المقلي او العيش البالون او العيش المنفوخ، حاجه كده سهله جدا وبسيطه ما بتاخدش دقيقه مننا. يلا بينا نسمي بالله ونبدا حلقتنا. وقبل ما نبدا اي حاجه في حلقتنا، عايز افكر حبايبنا ومشاهدينا من كل مكان بالارقام اللي بتظهر معانا على الشاشه، من اي رقم ارضي على 09900، ومن اي موبايل على 2600، في انتظار مكالماتكم اللي تساعدني دايما ان شاء الله. يلا بينا نبدا بالفول، ولو خلص الفول انا مش مسؤول، طبق فول متين يسد معانا طول اليوم. طيب ياسمين هتنزل لنا مقاديره دلوقتي على الشاشه، وانا حاطه ووك بيسخن وهحط فيه معلقه حلوه كده من السمنه البلدي، وهي اللي هشتغل بيها النهارده. مقاديرنا بتقول ايه يا ياسمين؟ معانا فول مدمس، طبعا انت اللي مدمساه جايباه جاهز، انا ما عنديش اي مشكله، المهم ان احنا عندنا فول. عندي ايه؟ عندي بيض مسلوق، وعندي فص ثوم واحد مفروم، وعندي بصلايه مفرومه وسمنه وكزبره ناشفه وكمون وملح وفلفل اسود. حطيت السمنه على النار، هنزل بالبصلايه، وهي بتبدا ان هي تتشوح معانا كده، هنزل بسنه الثوم، مش عايزه ثوم كتير علشان ما يحماش علينا طول النهار بالشكل ده كده، وهو بيتشكشك معايا هروح نازله بالكمون والكزبره والملح والفلفل الاسود. ادي كزبره، وادي حبه من الكمون، ورشه بسيطه من الفلفل الاسود، مش عايزاها تبقى هي اللي طاغيه يعني، عايزه الكمون هو اللي يكون ظاهر، وادي شويه الملح بالشكل ده كده. اشوح ده كله مع بعضه علشان يطلع لي الروائح الحلوه اللي في الثوم والكمون والكزبره بالشكل ده كده. الريحه بدات تظهر معايا تمام وزي الفل. ابدا ان انا اخد الفول واروح نازله بيه على كل ده، مش عايزه البصلايه تتحمر علشان ما تحماش عليا زياده وانا صايمه، وفي نفس الوقت مش عايزاها ان هي تاخد لون غامق بالشكل ده كده. هجيب شوكه، انا واحده من الناس ما بتحبش حبايه الفول سليمه، بحب ان انا ابقى واخده القلب بتاعها، بيبقى التطعيمه بتاعته احسن. طيب ينفع ان انا اخد الفول ده واضربه في الخلاط او اضربه بالهاند بلندر نص ضربه؟ طبعا ينفع، مش هيقول لك لا. ابدا ان انا اديله تكسيره كده علشان اطلع القلب بتاعه وهو على النار بالشكل ده. في ناس ما بتحبش اصلا القشره بتاعه الفول. ونصبح على مدام رشا ونقول لها صباح الهنا. صباح الخير يا شيف ماما. صباح العسل على عيون حضرتك، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه وحضرتك بصحه وسعاده، عيد عليكي كل الايام بخير يا رب. اللهم امين. حبيبتي معلش كنت بسالك، ينفع نعمل كريب شانتيه كبيره؟ ينفع نعمل ايه؟ ينفع نعمل كريم شانتيه. كريم شانتيه نشيله في الفريزر؟ بصي لما تيجي تطلعيه هتلاقيه مسيل معاكي، وهتضطري ان انت تضربيه تاني، وهيديكي ال 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 الخامه نفسها او السمك بتاعه مش هيبقى عاجبك. ف
فالكريم شانتيه لما يتضرب في وقتها بيديكي قوام كده ماسك نفسه، بيديكي فوم عالي ماسك نفسه، التطعيمه بتاعته نفسها تبقى احلى ما تشيليه في الفريزر، فاول باول هيبقى احسن بكتير. نورتيني. بصوا كده انا هرست الفول بالشكل ده كده، ريحته حلوه قوي، سهل جدا وبسيط ما فيهوش اي حاجه. حاسه يعني انا من غير ما ادوق كده، بس انا حاسه ان هو هيحتاج شويه من الملح بالشكل ده. ابدا بعد كده اجيب الطاجن بتاعنا. رغده، الطاجن بتاعي الابيض، طيب هسيبه على النار شويه على ما نجيب الطاجن بتاعي الابيض اللي هو الصيني اللي زي ده. طيب هنسيب الفول يتشكشك شويه على النار، واجي دلوقتي للبيض المخلل. ايه يا نونا البيض المخلل ده؟ عملناه قبل كده من كذا سنه والنتيجه بتاعته كانت هايله هايله هايله. كل اللي محتاجاه ميه سليق البنجر وشويه من الخل وحبه ملح، وممكن نحط شويه كمون، حبه فلفل اسود، عايزه تحطي فلفل حب وكزبره ناشفه حب، ما عنديش اي مشكله. سمعتيني يا رغده؟ عملنا ايه؟ ميه البنجر مع البيض المسلوق، ملح وفلفل اسود، وشويه من الخل، تمام؟ وشويه من الخل علشان اللون بتاع البنجر اللي احنا عاملينه ده يثبت في البيض. ما احنا لو ما حطيناش خل هتيجي بعد شويه، لو مثلا حطيتيه مثلا ساعتين ثلاثه، تيجي بعد كده تمسكي البيضايه في ايديكي هتلاقيها بتلون. لكن الخل ده اللي هيخلي اللون بتاع البنجر يثبت في البيضايه، علشان لما تيجي تطلعي لي الاكل تلاقيه كده. ده احنا عاملينه من امبارح. بسم الله. شايفين الشكل؟ فعلا ماشي. بصوا شكلها عامل ازاي؟ ده كده بنبدا ان احنا نطلعه، بيتقسم اتنين، ونبدا ان احنا نقدمه مع رشه بسيطه جدا على الوش كده كمون مش فلفل اسود. رشه بسيطه كمون مش فلفل اسود بيطلع طعمه في منتهى الجمال. طيب نجيب كده طبق التقديم، ونجيب الاول البطرمانات بتاعتنا. نضيفه وزي الفل. الخليط دوت محطوط عليه الخل والملح وكل حاجه. ربنا يسهل. بس بسم الله. اسلقي البنجر واشتغلي بيه في اي حاجه، وخدي الميه بتاعته اعملي فيها بيض مخلل بيطلع زي الفل. بالشكل ده كده. بسم الله. يعني لو الخمس بيضات جم في بطرمان واحد هعمل بطرمان واحد وخلاص. تمام كده. بتحطيه عندك في المطبخ وتسحبي منه براحتك. تعملي بقى تقطعيه مكعبات كده وتعمليه سلطه، تعمليه سليم كده هوت زي ما هو وتقدميه، انا ما عنديش اي مشكله خالص. اطباق تقديم يا شباب. طيب طيب تعالوا نطلع فاصل، هنرجع من الفاصل نجيب طبق تقديم نقدم فيه البيض، ونرجع من الفاصل نحط الفول بتاعنا دوت في طاجن علشان نحط البيض المسلوق عليه ونشوف شكله عامل ازاي. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نكمل حلقتنا. خليكم مستنيين شويه وراجعين مع نونا والبلدي. ورجعنا من الفاصل زي ما حضراتكم شايفين كده بنعمل ايه. دلوقتي بحضر الوصفه الثانيه، بس تعالوا كده نرجع للوصفه الاولانيه اللي احنا كنا بنعملها، وهي الفول بالبيض. حطينا الفول في الطاسه بالشكل ده او اي طاجن او اي صينيه انتوا عايزينها، وبنبدا نحط البيض المسلوق من فوق الوش كده. ببدا ان انا اعمل ايه؟ اجي كده معلقه زيت بسيطه خالص على الوش
بالشكل ده. الفرن بتاعنا شغال، هحط هنا رشة من الفلفل الأسود كده بالمنظر ده. عندي الفرن شغال، هروح واخدة الطاسة بتاعتنا دي واروح عاملة كده. الفرن بتاعنا شغال فوق وتحت، انا مش محتاجة فوق وتحت، انا محتاجة فوق بس كده. تمام. ليه محتاجة فوق بس؟ علشان انا محتاجة ان الوش بتاع البيض هو اللي ياخد لون، لكن الفول عندي تمام وزي الفل. طيب البيض اللي احنا عملناه اللي هو المخلل قطعناه انصاص علشان تشوفوا شكل البيضاية من جوه عامل ازاي. بصوا كده، شايفين المنظر عامل ازاي؟ بيضاية من بره بتبقى محمرة من البنجر، وبنبدأ ان احنا نقطعها بالشكل ده. يتحط عليها من على الوش رشة من الكمون وتتقدم وصحتين وعافية على قلبكم. حاجة كده شكلها مختلف، وفي نفس الوقت التطعيمة بتاعتها في منتهى الجمال، وبيقعد معاكي في المحلول لمدة اسبوع ما يجرالوش اي حاجة. طيب كده عملنا البيض والفول عندنا في الفرن. نيجي بقى دلوقتي نعمل البطاطس ونشوف هنعملها ازاي. محتاجة بطاطس سليمة متقشرة وبس، ومحتاجة المقادير اللي هتنزل معانا على الشاشة دلوقتي حالا، ومحتاجة محضر الطعام بتاعنا بالشكل ده كده. بسم الله. مقاديرنا للبطاطس بتاعتنا بتقول ان احنا معانا ايه؟ معايا بطاطس متقشره وهنبشرها دلوقتي حالا في محضر الطعام، معايا شبت مفروم، معايا اربع بيضات، وثلاث معالق كبار من الدقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، وحبه من الزيت صغيرين هنحطهم في الطاسه عشان هنقلي بيهم، وهوريكم النهارده نقلي ازاي من غير ما يبقى الشكل منعكش ويبقى عشوائي، لا احنا هنطلعه شكل مظبوط حلو قوي. عندي كمان متبلين بايه؟ بكزبره ناشفه، ومعايا بابريكا وكمون وملح وفلفل اسود. عندي محضر الطعام بالشكل ده كده، وبدل ما ابدا ان انا اجيب المبشره بتاعتي وافضل ابشر وممكن اتعور والكلام ده كله، لا هو بيسهل عليا الدنيا خالص. ببدا ان انا اشغل كده. بشرت البطاطس بتاعتنا بتكة زرار. بصوا المنظر هوريها لكم دلوقتي، حاجة كده ما شاء الله، اللهم بارك، وكله بتكة زرار. بحاول بقدر الإمكان إن أنا أعمل لك كل حاجة بتكة زرار. بصي كده يا ياسمين، شايفين؟ بصوا المنظر. ولا بقى تجيبي المبشرة، ولا تجيبي تقعدي تعوري نفسك، ولا الكلام ده كله. متكة زرار كانت البطاطس مبشورة عندنا. بتعملي بقى كمية من السلطة، بتعملي كمية مثلا عايزة تبشري خيار، بتعملي سلطة خيار، عايزة تعملي ممبار، تفرمي في الكبة بتاعتك دي أو محضر الطعام بتاعك ده، ما شاء الله اللهم بارك. أنا عايزة أقول لكم على حاجة، إن محضر الطعام النهاردة نازل في صفحة سوق المطبخ بسعر هايل هايل هايل، مش هو لوحده نازل عرض، هو والفرن بتاعنا اللي ورا دوت اللي احنا حطينا فيه الفول
زي ما انتم شايفين كده، وبيسد معاكي في العزومات. نازل في صفحه سوق المطبخ، صفحه سوق المطبخ ده هتلاقي فيها كل اللي تتمنيه. ارقامنا على الشاشه، ثلاث ارقام للثلاث شبكات تقدري تتواصلي بيهم دلوقتي وتطلبي منهم محضر الطعام. محضر الطعام مش اي محضر طعام، ايه اللي بيميزه عن اي حاجه ثانيه؟ انه بيقوم ب 38 وظيفه، وبعدين انت واخده اربع اجهزه في جهاز واحد. ايه هم الاربع اجهزه؟ واخده مفرمه بتفرم بصل ولحمه وبتفرم فراخ، بتفرم كل حاجه انت عايزاها، وبتفرم كميه كبيره من الخضار. الجهاز الثاني معاكي خلاط، الجهاز الثالث معاكي مطحنه توابل، الجهاز الرابع معاكي عصاره برتقان وعصاره ليمون، غير ال 38 وظيفه اللي بيقوم بيها. زي ما بصل البطاطس بيبدا ان هو يعمل لنا البطاطس الصوابع، يعمل لنا البطاطس الشيبسي، يفرم لنا البصل والطماطم، ويفرم لنا اللحمه والفراخ، كل دوت في جهاز واحد بموتور جبار زي ما انتم شايفين كده. بيعصر البرتقال وبيعصر الليمون بالعصرتين بتوعه، بيخفق البيض، بيبدا ان هو يعمل لك العجين، كل دوت في مكان واحد بجهاز واحد. نازل عليه عرض النهارده مع الفرن الكهربائي اللي ورانا اللي هو ال 50 لتر، ما شاء الله بيسد معاكي في العزومات، سداد في اي عزوم. كل اللي مطلوب من حضرتك بتبداي تجيبي ارقام التليفونات اللي على الشاشه، او تدخلي على الصفحه بتاعتنا تطلبي كل اللي انت عايزاه، وتشوفي كل اللي انت عايزاه بيجي لك لحد البيت. اسالي كمان على الخصومات اللي نازله، واسالي كمان لو في شحن مجاني علشان تستفادي بكل حاجه موجوده في صفحه سوق المطبخ. صفحه سوق المطبخ النهارده تعتبر الصفحه الوحيده على مستوى الجمهوريه اللي معاها ضمان لكل اجهزتها. وبعدين مش العجان مش محضر الطعام والفرن بس اللي موجودين، عندها عجانات، عندها اير فراير، عندها مكنسه، عندها مبرد الميه، عندها كل حاجه تتخيليها هتلاقيها هناك. مش بس الاجهزه الكهربائيه اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ، ده انت هتلاقي كمان اطقم حلل اشكال والوان، سواء المربع، سواء المدور، سواء اللي هو الجرانيت، سواء الاستانلس، كل حاجه محتاجاها هتلاقيها في صفحه سوق المطبخ. كل اللي عليكي حاجه واحده بس، تطلبي الارقام اللي موجوده معانا على الشاشه، تدخلي على الصفحه تنقي كل اللي حضرتك عايزاه يجيبولك لحد باب البيت. واوعي تنسي تسالي على العروض اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ. دايما عندكم الخير ودايما اهل خير يا رب ان شاء الله باذن الله. دايما عندكم الخير وهتلاقوا الخير دايما ان شاء الله في صفحه سوق المطبخ. يلا بسرعه نتصل على الثلاث ارقام اللي قدامنا، نطلب كل اللي احنا عايزينه يجي لنا لحد باب البيت. زي ما انتم شفتوا كده احنا عملنا البطاطس. بصي يا ياسمين، بتكه زرار كان عندنا كميه بطاطس مبشوره بتكه زرار واحده، مش محتاجه اكتر من كده. تخيلي بقى اللي احنا عملناه دوت في البطاطس المبشوره يمشي على البطاطس الصوابع، يمشي على البطاطس الشيبسي، يمشي على اي كميه بصل او اي كميه خضار انت محتاجه تعمليها. كل دوت هتلاقي الدنيا تمام معاكي في محضر الطعام اللي احنا اشتغلنا بيه النهارده. بصوا كده انا حضرت الخليط بالشكل ده كده، حطيت البيض وحطيت الملح والفلفل الاسود وحطيت الشبت. البيض ماشي يجنن، دقيقه هنطلعه. يلا بسرعه، مستنيين ايه؟ لسه ارقامنا موجوده على الشاشه. بسرعه 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 تبداوا ان انتوا تتواصلوا، تبداوا ان انتوا تطلبوا محضر الطعام النهارده. هو والفرن ال 45 لتر نازل عليه عرض يجنن. اسالوا على الخصومات اللي نازله، واسالوا على العروض اللي موجوده في صفحه سوق المطبخ. وارجع واقول لكم ان مش ده بس اللي موجود، ادخلوا على الصفحه هتلاقوا كل حاجه انتم محتاجينها وهتلاقوها. طيب بصوا كده انا عملت ايه. ممكن شويه الميه اللي انا حطيتهم دول نبدلهم بشويه حليب. بصوا كده، ده بيض وبيكنج باودر ودقيق، ملح وفلفل اسود وشويه كمون وكزبره، حبه بابريكا، حطينا ده كله كده. ارجع بعد كده اخد البطاطس اللي احنا بشرناها بالشكل ده، واقلب ده كله مع بعض كده في الخليط. البيض ماشي معانا تمام وزي الفل، دقيقه واحده ونطلعه. اقلب كل الخليط ده كده مع بعضه. عندي طاسه سخنه على النار، انا عامله طاستين علشان ان احنا ننجز الوقت. بصوا كده، طبعا هي لونها محمر كده علشان البابريكا اللي احنا حطيناها. بصوا كده. طيب بصي يا رغد،
طاستين سخنين، هنا حبة زيت، بيعملها عشوائي، هنتكلم عنها دلوقتي. حبة زيت وحبة زيت، واروح عاملة ايه؟ جايبة القطاعات بتاعتنا اللي هي دي، فين اللي انا قلت هستخدمها؟ القطاعات اللي بنعمل بيها الدوناتس، اللي بنعمل بيها القرص، ايا كان القطاعة اللي عندك، فيه كمان اللي هي بتاعة البيض اللي بتتباع بيد كده، ما عنديش اي مشكلة، الحجم اللي عندك اعمليه. طيب بجيب فرشة واروح جايبة ماسكة القطاعة دي، وابدأ ان انا ادهنها بالزيت كده، اهدي النار شوية علشان ادي فرصة للبيض اللي احنا هنعمله ان هو يستوي. طيب انا اشيلها كده من على النار واروح عاملة كده، وابدأ ان انا اجيب كده، بسم الله، عشان يطلع لي متساوي معايا. الناحيه الثانيه ادهن زيت علشان تتفك معايا بكل سهوله، احط كده، وابدا ان انا احط كميه البطاطس اللي انا عايزها. تبدأ ان هي تتشمع معايا. بص انا طلعتها من على النار علشان تهدى بس السخونية بتاعتها، عشان ما تتلسعش اول ما احطها. هرجع ارجعها على النار تاني كده، وابدأ ان انا اعمل كده. بالشكل ده طلعلي الشكل متساوي زي ما انتوا شايفين كده. الناحية التانية تبدا ان هي تتحمر، اروح قلبها الناحيه الثانيه، هتاخد التسويه من جميع النواحي. طيب انا اتعمدت ان انا اعمل واحده عريضه او واحده كنزه شويه وواحده رفيعه، ليه؟ علشان اوري حضرتك ان دي هتستوي ودي هتستوي، لكن الرفيعه هتستوي احلى، السوى من جوه هيبقى احلى. ليه؟ علشان ان هي رفيعه فما فيش طبقات كتير، هتاخد وقت في السوى، لكن التخينه هتلاقيها ان هي محتاجه من جوه هتبقى طريه، ممكن الاطراف بتاعتها تبقى ناشفه وتمام ومقرمشه معاكي، لكن من جوه هتبقى طريه. علشان كده بقول ان احنا نخفف الطبقه او نخلي الطبقه رفيعه مش تخينه، عشان تدينا النتيجه اللي احنا عايزينها. يلا بينا نطلع فاصل ونسيب البطاطس بتاعتنا تتعمل. تعالوا دلوقتي بس كده اطلع الفول ونقلب وحده البطاطس معانا علشان نشوف شكلها عامل ازاي. بصوا كده ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين شكل الفول عامل ازاي؟ بتتقلب بالشكل ده كده، وتبقى ان هي محمره من ناحيتين وبتطلع معانا زي الفول. ندي التانيه وقتها شويه. شايفين الشكل عامل ازاي؟ ما شاء الله، اللهم بارك. التانيه ماشيه تمام وزي الفل، تتشمع بس، واروح شايله القطاعات بتاعتنا. يلا بينا نطلع فاصل، نرجع من الفاصل نشوف اسهل عيش واسرع عيش ممكن يتعمل، هيكون مقاديره ايه وطريقته ايه. بعد الفاصل اقعد في اي حته ومستنيك. تعالوا قبل ما نبدا في اي حاجه كده، بعد ما رجعنا من الفاصل نختبر بس الدقيق معانا، الدقيق نختبر الزيت معانا سخن ولا مش سخن، طيب او اللي هو احنا ده اللي احنا محتاجينه او مش محتاجينه. طيب الناس اللي بتخش المطبخ كتير ممكن من حطه ايدها كده تعرف اذا كان الزيت اتقدح ولا لا، تعرف اذا كان الزيت اتقدح ولا لا، السخونيه اللي طالعه منه
من هنا كده من حطت ايدينا كده هو على الوش بتاع الزيت تقدر تخلينا نعرف اذا كان الزيت القدح ده ولا لا. طيب في حاجه تانية كانت امهاتنا بتعملها زمان ودي حاجه خطر جدا ما تنصحش بيها اي حد، ان هم واقفين علشان يعرفوا الزيت، طبعا ربنا يديهم الصحه ويخليهم، لا مش بيحطوا ايديهم بيجيبوا وهي الحنفيه بتاعت الحوض يروحوا حاطين ايديهم كده في الحنفيه، ياخدوا نقطتين ميه ويعملوها كده اوعى، علشان بالطشه دي كده بيطرطش على وشنا وبيطرطش على ايدينا وبيطرطش على عينينا، فبلاش. هم لو ربنا يخليهم لنا يا رب هم عارفين هم بيعملوا ايه، فبلاش نعمل كده. طيب ايه اللي احنا ممكن نعمله تاني علشان نكتشف ان الزيت سخن ولا اتقدح ولا لا؟ بحبه دقيق، احنا ما عندناش دقيق اه لقيتها، بنعمل كده ورشه من الدقيق بسيطه واعمل كده، بصوا شايفين المنظر ده كده الزيت اتقدح وجاهز ان انا احط فيه اللي انا هقليه، تقلي بقى عيش، تقلي فراخ، تقلي جمبري، ايا كان الشكل ده كده مديني تمام. طيب العيش بتاعنا النهارده انا هبدا ان انا احط على طول يتقلي ونشوف شكله ونشوف اتعمل ازاي. ننزل مقاديره يا ياسمين واحنا شغالين كده، بسم الله. يلا مقادير عيش البالون او العيش المقلي عملناه مليون مره قبل كده. عندي دقيقة حسب الحاجة، ومعنى ان دقيقة حسب الحاجة يبقى هو بينزل ايه؟ بينزل اخر حاجة. الله ينور عليكي يا رغدة. عندي كوبايتين حليب دافي، ده اللي هنبدأ ان احنا نحطه في العجان اول حاجة. معلقة كبيرة من الخميرة، معلقتين كبار من السكر، ربع معلقة صغيرة من الملح، زيت للقلي. ببدأ ان انا احط كل السوائل بتاعتنا دي وارجع انزل بالدقيق شوية شوية لحد العجينة ما تلم معايا، علشان كده قايله دقيق حسب الحاجه وهو اخر حاجه تنزل معانا. اعجن العجنه بتاعتي، العجينه اتخدمت شويه كويسين، ارجع بعد كده اروح سايباها تخمر، ارجع بعد كده اشكلها. اشكلها كور زي ما حضراتكم شايفين كده، تحطي عليها سمسم، تحطي عليها حبه البركه، تسيبيها ساده زي ما انت عايزه. اهي كوره اهي بالشكل ده كده خمرانه وتمام وزي الفل. خلوا بالكم من المحطوط على الزيت لان هو ما بياخدش وقت اصلا. فيفضل ان انت تكوني مخلصه حاجتك كلها او مخلصه العجين كله ومقطعاه ارباع بالشكل ده كده، عشان لما تقفي تقلي تقلي كله مره واحده، تقلي مره واحده وتطلعيه كله مره واحده قدام عينيكي، هيطلع معاكي زي الفل، علشان لما يطلع بعد كده يطلع بالشكل ده. بصي كده يا ياسمين، تعالوا كده نفتحه من جوه، يلا بينا. بصوا شايفين؟ نحشيه بقى، بصوا تاكليه حب زي ما هو، تغمزي بيه الفول والجبنه، تحطي فيه جبنه ولانشون وكابوتشي، ايا كان اللي انت عايزاه، بيطلع معاكي زي الفول. نعمل كده، شايفين الشكل عامل ازاي؟ اهم حاجه عينك عليه. طيب حبه البركه والسمسم بنحطهم ازاي علشان ان هم ما يفكوش في الزيت زي كده؟ بصوا هنعمل ايه، ببدا ان انا اجيب العجينه بتاعتي، عايزه بس اطلع ده علشان ما ايه ما يغمقش ونقول يا ريت اللي جرى مكان. بيبقى جنبيكي بوله فيها ميه، بعد ما بنعمل العجينه بتاعتنا واتخمرت تمام وقطعناها كور ونبدا ان احنا نفردها، برجع ادهن وشها ميه بسيطه وارجع احط حبه البركه والسمسم وامشي عليهم بالنشابه علشان يلزقوا في العجينه وفي نفس الوقت ما يطلعوش مني في الزيت واحنا بنقلي العيش بتاعنا. بصوا بالشكل ده كده هو بينفخ لوحده وتمام وزي الفل. طيب رشه دقيق بسيطه، ادي الكوره بتاعتنا اهي، وممكن كمان ما تحتاجيش نشابه بالشكل ده كده. النشابه اللي احنا بنعمل بيها النهارده يعني ايه؟ تاخد الكوانتر كله. السمك بتاعه ما يبقاش تخين قوي. بالشكل ده كده. تمام وزي الفل. عندي فرشه، والفرشه ديت هبدا ان انا ادهن بيها العجينه بتاعتنا ميه على خفيف علشان احط السمسم وحبه البركه. شايفين شكل العيش عامل ازاي؟ عايزه اقول لكم سهل جدا جدا للناس اللي هي ما بتحبش المعجنات، فده يعني ما بياخدش وقت خالص، او ان هم ما بيحبوش يشتغلوا في الدقيق او الكلام ده كله، ده ما بياخدش وقت خالص والنتيجه بتاعته مضمونه مليون المية.
ثانية واحدة بالشكل ده كده ما شاء الله. اللهم بيك والله العظيم يا جماعة ما بياخد وقت خالص معانا في الشغل وبيطلع في منتهى الجمال. طيب بص كده ياسمين الرغيف عندنا اهو، نبدأ ان احنا نعمل كده بالشكل ده، رشة من السمسم ورشة من حبة البركة ما تبقاش كتيرة، وابدأ ان انا بالنشابة او بايديا امشي ماشية بس كده. بصي بصي المشية دي انا كده غرست السمسم وحبة البركة في العجينة، فلما اجي انزله في الزيت مش هيبدأ ان هو يفك معايا. ابدأ ان انا اقطع كده واروح واخده على الزيت. يطلع معانا اسهل واحسن واوفر واضمن عيش مقلي هتاكلوه في حياتك. كانت حلقتنا النهارده حلقه خفيفه ولطيفه، عملنا فيها اصناف خفيفه جدا للسحور، عملنا العيش اللي بيتعمل في الدقيقه ما بياخدش مننا اي وقت خالص، عملنا الفول بالبيض المسلوق، عملنا اقراص البطاطس المبشوره، عملنا كمان البيض المخلل زي ما انتم شايفين كده مع حبه جرجير وحبه جبنه ومع طماطم وخيار ومطرح ما يسري يمري يا رب وعندكم الخير كله. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم ونالت رضاكم، اتمنى دايما اكون عند حسن ظنكم، اتمنى تكون الحلقه بوصفاتها بعروضها تكون عند حسن ظنكم، اتمنى اشوفكم بخير ونتقابل على خير الساعة 10 الصبح بنجدد لقائنا، واللي فاتوا اي حاجة من حلقتنا بيقدر يتابعها الساعة 7 الا ربع المغرب. صوما مقبولا وافطارا شهيا، بتمنى لكم كل خير واشوفكم على خير ان شاء الله، واقول لكم السلام عليكم. لو عايز تشوف الحلقة مرة تانية اعمل سكان بالموبايل علشان تدخل على قناتنا PNC Food على اليوتيوب وتابع كل اللي فاتك.